راك تعرضي حياتك وتعرضي حياة الغير للخطر رمضان. أنا مستعرف. مخالفات تليها تبريرات من دون اكتراث لخطورة تصرفاتهم اللامسؤولة. دقائق فقط من مرافقتنا لخلية المطاردة التابعة للدرك الوطني لمقاطعة الحراج، تم رصد أحد السواق المتهورين، فكانت له الخلية بالمرصاد. عنده تغيير الهام الاتجاه دون التاكد من ان المناوره تشكل خطرا على مستعملي الطريق، فيها مخالفه واحده اخرى تعريض مستعملي الطريق للخطر. كنت انا سارع شويه على جال يعني شخص معايا حبيت نلحقوا للخدمه تاعو، ما درش اشاره معنا تاعو، وهذا الشيء اللي صرا سي بور سا. السرعه المفرطه والتجاوز الخطير وكذا استعمال الهاتف النقال مخالفات لا تفلت من رادار خلية مدعمة بأجهزة عالية الدقة على متن مركبات ودراجات نارية مموهة من أجل تحقيق عنصر المفاجأة. خارج الميدانية لخلية المطاردة التابعة للسرية الإقليمية لأمن الطرقات بالحراج تمثل في قمع المخالفين كما صاحب المركبة هذا اللي يقوم بالمناورة الخطيرة ويعرض حياة مستعملي الطريق للخطر. بين ارتكاب المخالفات والاستخفاف بأرواح المواطنين يسقط مرتكبو المناورات الخطيرة دائما في رادار الدرك الوطني على أمل أن ينهض الوعي لديهم قبل أن يتسببوا في حوادث مرورية مميتة.